السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة اللي هي النوتيلا القابلة للدهن، أو الشوكولاتة بالبندق القابلة للدهن. بس الكلمة الأشهر طبعا النوتيلا. مش بس هنعمل نوتيلا واحدة، لا هنعمل نوتيلتين. النوتيلا الأصلية وهي بمكونين بس وشوكولاتة وبندق، وهي أقرب وصفة لأقرب طعم للطريقة الأصلية. وهنوريكم كمان طريقة اقتصادية بدون لا بندق ولا شوكولاتة، وجميلة جدا وطعمها جميل جميل، وسهلة تتفرد في أي سندوتشات أو تحشي بيها أي حاجة. تابعوا الفيديو لحد الآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل. ولو أول مرة تشوفوني، ما تنسوش تفعلوا زر الاشتراك، الزر الأحمر تحت الفيديو، ولايك للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جميع وصفات. هنا جبت بندق وهدخله الفرن. يدوبك اول ما احس ان القشرة بتاعته اتشققت هبتدي اطلعه، وهنحطه في قماشة بالشكل دوت، وبضغطة بسيطة كده بايدك بالشكل دوت هتلاقي القشرة اتشالت بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي اشيل، لو في قشرة برضك لسه لازقة بتبتدي تشيليها كده بايدك، تتكي بكل سهولة. هخلص كل الكمية دي، وبرضك بعد كده هدخلها الفرن تاني لحد ما تاخد لون اصفر. جربوا طعم البندق وهو لونه اصفر كده، حتى طعمه نكهته قوية جدا، لازم تصفروه بالشكل ده. وكمان هنستعمل شوكولاتة تشيبس او اي نوع شوكولاته انتوا تفضلوها، كابري، ميلك، اي حاجه. هحطيت البندق في الكبه بالشكل دوت، وابتدي اقلبها كده. انا عايزاها تنعم خالص، تبقى كريميه. هحط معلقه زيت عشان تساعدني شويه في الفرن، زيت نباتي يكون ذره او عبيد. وهبتدي برضك افرمها تاني. لازم البندق ينعم خالص، يعني يبقى كريمي خالص، ما يبقاش فيه فتافيت كده صغيرة، عشان القوام بتاعه يبقى مظبوط. طبعا ممكن الكمية اللي انا هقول لكم عليها واكتبها لكم في صندوق الوصف بالجرام وبالكوبية، تقسموها لو الكبة بتاعتكم صغيرة زي بتاعتي تقسموها على جزئين. وهنا مقدار البندق، لو هو ربع كوباية بندق هيبقى كوباية ونص شوكولاتة. ممكن تبشروها أو شوكولاتة تشيبس، سهلة جدا وبتقدري تستخدميها. لسه برضك ما نعمتش، ما شايفين ما نعمتش معايا بالشكل دوت. هنضربها كمان لغاية ما تبقى كريمية. هي قربت خلاص. والوصفة الأصلية تقدري تحتفظي بيها لشهر أو اتنين في التلاجة، مش هيحصل لها أي حاجة. هنبتدي ننعمها بالشكل ده خالص، شايفين ابتدت تنعم معايا خالص بالشكل دوت. أول ما توصل معايا للقوام الكريمي هبتدي أنزل بالشوكولاتة تشيبس أو أي نوع شوكولاتة تفضليها، بالبندق أو باللبن بالحليب. تبشريها بس اهم حاجة عشان تنعم معاكي بسرعة، لاني مش هنسيحها على حمام مية، لا هنحطها في الكبة بردك، وتكون بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش في التلاجة او كده. اهم حاجة ان الشوكولاتة تبقى في درجة حرارة الغرفة علشان تسهل عليكي الضرب. شايفين بقى القوام بقى عامل ازاي؟ ناعم خالص، ما فيهوش اي تكتلات ولا اي بندق. اول ما يوصل بقى للقوام الكريمي دوت بنزل بالشوكولاته تشيبس بتاعتي. بالشكل دوت
وهفرمها بردك معاها لحد ما الشوكولاتة كلها تتجانس وتتفرم وتنعم بردك وتبقى كريمية خالص مع البندق. وهو ده القوام بتاع النوتيلا الأصلية، وطعمها تحفة جدا وقوامها جميل، ولسه كمان لما بتتحط في التلاجة بتتقل. هنخش على الوصفة التانية واللي هي الاقتصادية وبدون شوكولاتة أو بندق خالص. عندي هنا كوباية لبن، وكمان كوباية ونص لبن بودر، وكمان كوباية كاكاو خام أسباني، وكمان كوباية سكر. وهنا لازم نجيب نوع كاكاو يكون كويس جدا، وهو احسن حاجة الكاكاو الخام. هنحط حوالي كوباية زيت بردك، وهننزل بيها واحدة واحدة بالشكل ده لحد هنلاقي القوام معانا ابتدى يتقل واحدة واحدة. واخر حاجة هحطها هو روح البندق او نكهة البندق، ولو مش متوفرة في اي بلد انت عايشة فيها ممكن تحطي فانيليا. هحطها وهضربها ضربة واحدة وخلاص، وهبتدي احطها في البطرمانات. والوصفة دي ممكن تقعد معاكي من اسبوع لاسبوعين. شايفين القوام بقى تقيل ازاي؟ وكريمي خالص وتحفة، وريحة نكهة البندق فيه بجد ريحتها قوية جدا وجميلة، وشايفين قوامها كريمي وروعة فعلا. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم زي ما انتوا شايفين كده، بجد أتمنى تجربوها وهتعجبكم إن شاء الله. ما تنسوش شير كتير عشان أي حد يستفيد بالفيديو ويجرب الوصفات ديت. وما تنسوش تعلقولي بأي كومنت بأي وصفة انتوا عايزينها، أي وصفة عايزين تشوفوها معايا. لايك كتير، شير كتير، وما تنسوش سبسكرايب للقناة، واشوفكم دايما على خير.